هقول حواديت واعمل عباية فيها خبايا وفيها مزايا. فقرة هم المامو، يلا بينا نعمل أكلة حلوة قوي، أكلة شعرية بالسكر، أكلة جميلة ممكن تتاكل في وقت بعد الغداء، تتاكل وقت العشاء، تتاكل واحنا بناكل بنتفرج على التلفزيون. أكلة ممتعة جدا، وهي تعتبر من أنواع الحلو مش المالح. تعالوا بينا نعمل شعرية بالسكر، يلا بينا. طبق الشعرية بالسكر، تعالوا نفتح بس ايه البوتاجاز الاول ونجهز من هنا. مكوناتها عبارة عن شعرية، تعالى حبيبي كله يجي جنبي هنا، خلاص، شعرية وسمنة وسكر بس، والزيت طبعا بتاعنا. هنحط الزيت في الحلة. ايه؟ نحط الزيت وبرده نحط شويه من السمنه. انا بحب احط ده على ده، السمنه بتدي ايه طعم حلو. نحط ايه؟ لا، في ناس بتعمل سمنه بس او زيت بس، انا بحب احط الاثنين على بعض، سيبهم كده ايه يسيحوا شويه. بعدين نحط عليهم لا لسه هنحط الاول الشعريه تتحمر. تعال بس ابعدوا كده ايه عن النار، تعالوا كده جنبي. تعالوا، مين بيحب يقف في المطبخ ويساعد مامي في الاكل؟ البنانيت، الولاد ما رفعوش ايديهم. عبد الرحمن بتساعد ماما، بتقولي انا عايزه الولاد الاول يتكلموا. مين بيساعد ماما؟ مش انت. مش انت ما بتساعدش ماما خالص؟ انا بحب بس مش ما بتساعدش خالص. ها انت ولا انت خالص؟ تعرفوش تعملوا اي حاجه؟ طب هنحط الشعريه خلاص كلها كده وهنقلبها لحد ما تتحمر. البنات بقى بيعملوا ايه بقى مع مامتهم؟ كلهم رفعوا ايديهم وقالوا انا بساعد ماما. البنات بتعمل ايه؟ قولي لي بتعملي ايه مع ماما؟ بساعد ماما وبحط الحاجه. بتساعدي ماما وتحط الحاجه لكن مش بتطبخي. طب وانت اسمك ايه؟ ليان. ليان؟ يعني ايه ليان؟ ليان يعني ايه؟ تعرفي اسم ليان يعني ايه؟ ما سالتيش مامي ليان يعني ايه؟ تعالي بقى نسال مامي ليان يعني ايه؟ ساعدتي مامي في ايه بقى في المطبخ؟ هي كل ما نجيب حاجه خضار او اي حاجه. ايوه انا اللي بحطهم وهي بقى اللي بتطبخ. بتحطي الخضار؟ بتعرفي تعملي سلطه؟ انا بعرف اعمل سلطه. بعد ما تديني سكينه وبقى سكين كل حاجه، وبعد اقطع بالمقص وكل حاجه وبعمل سلطه. انت عامله زي بنتي بتقطع سلطه بالمقص. تمام جدا. لا بقطع بس السلطه وبعدين بالمقص. مين بيعرف يقطع الخيار كده بقى؟ انا تعرف؟ انا بجد تعرف تقطعه بس يعني على الارض ولا بتمسكها وتقطعها لوحدك؟ انا عادي بعمل الاثنين، بحطها كده واقعد اقطعها واقعد اعملها كده عادي. برافو. ومين بيقطع الطماطم؟ انا برضو. انا انتوا شاطرين قوي. وانت انت شكلك ما تعرفش. مين بيعرف يعصر الليمون؟ انا برضو. انا برضو. يا نهار ابيض، بعرف كمان اقطع الليمون. طيب جميل. مين بياكل السلطه بقى؟ انا كلكم بتحبوا سلطه؟ طب السلطه مفيده في ايه؟ مفيده فيتامين، فيها فيتامين. ايوه فيها كل الخضروات، فيها بتقوي الجسم. قولي لي مكونات السلطه، قولي لي مكونات السلطه. طماطم وخيار وبصل وشبت وبقدونس وخيار وبصل وجزر. ليش النار بتاعتنا ضعيفه بتاخد وقت؟ المفروض ان احنا بنحمر الشعريه وقت كمان. هي بدأت تقول، هي بدأت الشعرية تتحمر. وإيه تاني؟ وقت حتى ما كان الخيار وليمون. وليمون لسه ما استويتش. ليمون في آخر حاجة. ها؟ آخر حاجة عشان يروح على السكر. ونحط مثلا آخر. طب بعد الليمون بنحط إيه؟ نحط السكر على الوش كده. صح؟ نحط السكر على الوش في السلطة. نحط سكر في السلطة. لا. نحط إيه في السلطة؟ ملح. ملح. ايوه ملح.
ملح. ملح. ملح. ملح. حطي ملح في السلطه. تمام يلا بقى يلا اهو بدات. بصوا شفتوا بقى بدات تتحمر اهي اهي. لما تتحمر هي المفروض الاكله دي جميله. مين كل شعريه بالسكر قبل كده؟ انا كلت كتير. بتحب مين بيحبها؟ انا. في حد هنا قال انا ما دقتهاش قبل كده؟ ده ما دقتهاش خالص ولا انا ما دقتهاش بقى من عمايل مرمر بقى. وقولي ايه رايك في الشعريه بالسكر؟ انا ما كلتهاش ولا مره. ولا مره؟ طب الشعريه بتستخدمها في ايه غير بقى الشعريه بالسكر؟ دي ما كلتهاش. بدات تقول ولا دي كلتها؟ يعني اللي كلها يرفع ايده. واحد اللي كلها يرفع ايده. اللي كلها الشعريه بالسكر. ثلاثه وثلاثه ما كلوهاش. طب حلو قوي. يبقى انا بقول لهم حاجه حلوه جديده اهي. خلاص بدات تتحمر. طب الشعريه حد يقول الشعريه بنستخدمها في ايه تاني بقى غير الشعريه بالسكر اللي انا هعملها دلوقتي؟ الرز. الشعريه في ايه؟ برافو. في الرز. برافو. نحطها في الرز. طبعا احنا لازم نقلبها على طول كده علشان هي بتتحرق بسرعه. انا بطبخ مع ماما رز عادي. بتعرف تطبخ الرز؟ بتحط سمنه. ايوه. بعديها زيت. برافو. وبتقلبها لغايه ما السمنه تسيح وتحط عليها رز. تحط بقى بعديها الرز وتقلب على طول ربع ساعه والرز يعني. شاطره. انت يعني انت بتعرفي تعملي سلطه وبتعرفي تعملي رز؟ بعرف اعمل كمان بيض. بيض؟ طيب البيض بيتعمل ازاي؟ بيتغلي في بنحط ميه في الغلايه. وبعدها بنحط عليه البيض ونسيبه فتنة لغايه ما يسخن. وبعديها ده اسمه بيض ايه؟ بيض عادي. بيض. بيض مسلوق. في نوع بيض تاني ايه؟ بيض ايه؟ اللي هو بيض سمنه. ايوه اللي ده اسمه بيض ايه؟ بنكسر البيضه كده على النار. ونقلبها بقى. الاول نحط سمنه. يلا بقى يلا بقى خلاص احنا كده اتحمرت البطاطا الشعريه. نحط عليها بقى ميه. الميه عشان تستوي. بالراحه اهي كده اهو. خلاص بالظبط كده. تاخد لها بالظبط دقيقتين او ثلاث دقايق والايه تستوي. بتلعب مع الدخان. تعال وطي بقى عليها عشان ما تتحرقش. ماشي. بالظبط نقعد دقيقتين بقى. ايه نقول لنا نقول بقى ايه في خلال الدقيقتين بقى؟ مين احنا كنا بنقول ايه؟ احنا ان احنا بنعرف نطبخ ايه. فقلنا انت بتعرفي تعملي فيه بيض مسلوق. بيض ورز. طب تعمل ايه؟ بيض السمنه. بنحط سمنه على النار. نفضل نقلبها لغايه ما تسيح. بعدها نكسر البيضه فيه. بعدها نقعد نقلبه ونقلبه. ممكن البيضة يبقى فيها صفرتين ولا صفرة واحدة؟ صفرتين وصفرة واحدة. انت شطورة خالص. انت يعني شفت بيت شطورة. نقعد نقلبها. وعادي لو عادي لو عادي حطينا عليها كشك. اسمها اللي هي الشكشوكة. قصدك اللي هي الشكشوكة. صدقي يعني نفسي هفت على الشكشوكة دلوقتي. انا هعمل شكشوكة. طيب الاكلة بتاعتنا اسمها شعرية بالسكر. مين يقولي بقى عملناها ازاي؟ الاول حطينا سكر. ايوه. سكر ايه اللي حطينا؟ سكر. حطينا سمنه. بعديها حطينا الشعريه. بعديها حطينا ميه. اول حاجه بس الاول حمرنا الشعريه. اول حاجه حطينا الزيت. بعدين برافو. برافو. حطينا الزيت بعديها السمنه وعلمناهم ورحنا بعد ما اتحمرت بعديها الشعريه. بعد ما اتحمرت بقى الميه رحنا حطينا عليها ميه. بعد ما تستوي هنعمل ايه؟ هنحط السكر. شاطرين 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 شاطرين. اهو خلاص. بصوا شو اسهل بتاع. هي اتعملت. هنحط السكر عليها كده اهو كلها كده عشان تبقى مسكره وجميله. مين بيحب الاكل الحلو؟ انا. كله بياكل حلو. مفيش حاجه هنسيب فيها. بس خلصت الاكله بتاعتنا. وبحب الكسكسي والمهلبيه. واو. مين بياكل رز بلبن؟ انا مش بحب رز بلبن. انا خالص. وعيش بلبن صغير بيحبه. وعيش بلبن برضه. طب يلا ندوق الشعريه بالسكر. وعيش بلبن. قولي لي رايكم فيها. قولي رايكم فيها. وعيش بلبن. وعيش ولبن. ماشي. جميل جدا. الشعريه دي بقى عايزه اقول لكم على حاجه. ممكن اكلها بالسكر بس وممكن نزود عليها لبن تبقى اسمها شعريه بالسكر ولبن. شعريه بالسكر ولبن. كده. انت بتاكلوها لها ب احنا لو قلنا شعريه بالسكر برضو ولبن ممكن عادي نعملها شعريه بالسكر بس. طب بحب اكل شعريه بالسكر بس.
طيب ماشي، فانا عملت لك الشعريه بالسكر بس. يلا بقى هحط لكم، بص ما خدتش وقت خالص خالص، وطعمها بيبقى جميل وهي بتتاكل كده سخنه. يا سلام ويا سلام لو تاكلي ناخد معلقه. ثانيه واحده هغرف وبعدين احط لكم المعلقه. المعلقه مين اللي ما خدش؟ ثلاث بنات خدوا، وادي ثلاث ولاد اهم. بون ابيتي وبالهنا والشفا. تعال بس الاول نقفل دي. ودي كانت اكلتنا النهارده، اكله الشعريه بالسكر، اكله بسيطه جدا واكله حلوه، ويا رب كل الاطفال يعني يدوقوها، وان شاء الله ان شاء الله ثقه مني هتعجبكم جدا اكله الشعريه بالسكر وبالهنا والشفا. يلا